نعم صارت لهنا انا وجمال جيت قعدت نشوف نطلعوا في الفيراي. بعد شفت واحد لافوتو شفت دورت دو باساج جيت نشوف مصور الفيديو راه مصور كنت على بالك الشهادات في الارض تحب تجي تطلع تشوف ارواح انا واش وش تقول اخويا انت ولد عنابة اخويا ناس عنابة ما كانش مسافين ما كانش ما كان والو لا ما كان حد شيء وجي طريق منا ديجا ما يدير ما كان حد شيء وراح تخرج هذه اقدم مقبرة في عنابة دركا هو وعلاه حب يعمل طريق هادية بوغ كال غيزون وعلاه حب يعملها قلقتو الطريق هذيك الناس كي تجي تعدي من تما ثم شاري دي فيلا من هي هذا ثم عندك دراهم حب تقول على الناس اخويا اسمح لي اخويا وتخلى عدا على الناس هذوما هاك تشوف هنا كانت مزربه ما تشوف حد شيء كان صوره هنا واش تقول اخويا اهدر اخويا انا ما كنتوش نقول انا اسمع ما بقيتش انا الطرق تاع النابه يخصوا خدمه ولا ما يخصوش الخدمه تخصهم خدمه خدمه كبيره شكون يمدلوا البروجي هو الناس موته قاعد يعفس على الموته اخويا واش راح نقول لك انا تخلى على السكان من هنا كاين رافال هي تطلع كاين رافال تحت راه ما في 200 متر ولا كيما نحكي لك راه متعجب اخويا هاك تشوف على بالك شدي وين وين السيمه هذيك البارح القبوره خرجوا هذوك القبوره هم اكتيفا وعملوا السيمه صوروه في البروفونسيال الصباح انا جبت اخويا الشهله تاع المواته كنت نمشي عليه حتى نبانوا لي تحت التراب هاي اخويا هاني نصور وانا هاني حد هاني سنيريت الاسامي تاعهم اخويا يجيو لي ريكلام خرجوا وي عم زيد اسامي خرجوا لي هذا واش ديكوفريت بركا يا خويا واش راح نقول يعطيك الصحه او لازم 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 هو في باله هو عمل افير الميرادا في باله راك انتيليجون اسمع نقول لك يتفض لك الموندا تاعك خاف على روحك ها بالك وعلاه الشر مش مليح الشر تعود تمشي وتعود تدور ورا ظهرك راني نقول لك تحفي فعالك مش نورمال يا خاشا وش حكايتها شوف ها هاك تشوفها شوف ها زقبولة وش من زقبولة قال لك زقبولة قال لي شخصيك معليش نعمل في فيديو لهنا على الجبانة لهنا ها لا ما تبانش مش تقول وقتها ما تقول لهنا الا غريب على بالك هذه وشي هذا مش نصور فيه اخويا احنا ما نصوروش حتى نغدوا يدخلوا ديارنا دم مسؤولين هذوما ما نصوروش مش قاعد نصور فيه اي والله العظيم مش عليك انت اخويا مش قاعد نصور فيك انا يعني على بالي واش كاين او قلت دخلوا القبور الموتى تمشي عليهم من هنا هاي اخويا هذا الجبار وضعت بارو تاشو ممنعش معليش برك اسمع نشوف هذا قديم البارودج هذا نشوف با 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 شوف شوف ما تبانش بعد لا والله لا ما مطيش نورمال هذا مطيش راح يطيروه هذاك ديتيه بخير بالك انتم تحت التراب على بالو انت وعلاه اخويا انت نحيتيه لا لا خاطيك بالعكس هكا على الاقل تعمل السيكلاج هكا يرجع الحديد هذا ميرا والله شو راح نقول لك انا هز تليفون على بالك نعطيك القلعه لازم تصب اسمك اجيب لي قلعه فنعطيك انت تعمل في السيكلاج بلا غالب خاطيك انت انا والله لقيت انا انا عندي دفسه قاعده لقيت على روحي خاطيك انت اخويا شو اللي يكسر يجيب حبيبي يمسحوها فيك
السلام عليكم. مش قاعد تشوفه؟ ها؟ مش قاعد تشوف لهنا؟ اتراك لي هذا بكري كتراك. بكري خلاص كان السر والسر قديم خلاص طلع الفرد لقاه والسر قديم خلاص. كانت مقفولة أخوي اسمح لي. إيه مقفولة من هنا بس. إيش طريقة أخوي كان شبان أو قبولة وش فيك يا ولدي أنت من عند أبا. باش طريقه اخويا ما نعرفش انا قلت لك انا ما قلت لك انا كانت يعني ضيق يمشي على يعني كان شو مداري لها صوره شفنا طلع حتى الفوق خلاص او كان نهار رافع انت ما عرفتش كان رافع اخويا نحضر انا مش كان انا في سيتيك ما كانش طريقه هذه ما كانش طريقه كانش كان الحقيقه اخويا مش يكون هذا اللي يخدم جا هادي نشوف عليه كان صوره هنا والفوق كان انا عندي فيديو قديم يا حسره يحب يكلحني هو كيما يقول زيري يكلخ لي نعرف هم عندي فيديو قديم ومصور مكان الصور كان ما كانش طريق باش ما يقولش ما كاينش طريق جاوبني كان طريق ولا فيه ولا طريق يعطيك الصحه حقيقه ولا لا درك جا كون كاين صور على رفاك صح كان صور عجبنا عجبنا ما كانش عرفها يعطيك الصحه هذه واش حبيت نقول لك انت باك ما فهمتيهاش مية طريق يعني صوت هذيك اللي من تبني تحت صوت في ضرور كامل اها بصح ما كانش طريق حاب يقربوها طريق ما تصلحش وديه ما كانش هذه ما كانش هذه ما كانش وديه كان الصوره وكان تحت وطلعوه سقسيك تصلح طريق لهنا يعني تصيب ولا مش طلعت الفوق وشفتها مع القبوره تصلح وكيما راه يديروا مع روشيات يديروا صورة راه فان كبير هي وكيما راه مع ذكا هاو با هذا نقولها هو الصور ومع اللي راه فان كيما راه يجي يديروا يجي يديروا اسمع تخرج دراهم باش تعملوا لا ما تدخلش صوتك برك اسمع هذاكم سي لارجون هذاك باش يعمل لك دي بيلي هذوكم ويخدم لك صور دراهم هذوك دراهم هذوك سما لا مش طريق ما كانش طريق قديمه هذه ما كانش حبي كريو حبي كريو تريك قديمة جديدة تلعبوها مع من تلعبوها في بالك احنا راكدين الميرا شي تكون انت غدوة تولي اكس مير وتولي في المحاسبة ها يا اخوة شكون يمد الديسيزيون هذا فهمت الشيخ اي مش راح يبنيو تما يحبين يعملوا طريق وطريق على بك ساكوت تعمل فيها دراهم بيجي باش تخدم طريق غلاف مالي وطلعوا الصور اي دراهم كبيره وحنا حنا سونتريفيل في حاله مكسر كامل حاب يعبدك طريق على الجنب تبين لك انا الدهاء تاعهم والماكل راكم تفيق في بالكم ما يفيقوش بكم الشعب ويبان اخو انا ولا واحد اخر ما تقولش بالك اني جيت انا هكا ولا وداك باركينغ هذاك ها باركينغ ها هو ده باركينغ وعلاه هذا سطايفي هذا شرالي هي هاد الحوايج تاع ولاد القايد هنا انا نسميه القايد ولا مش واحد اخر احنا المهم مش رانا عند ولاد القايد وهذا باش تبان اونديري بريزونطابل وجبانه ومجد حاب يلمين حاب يقفل الباب تاع المسجد راه لا نصوروا هاي لا معاها هنا وتمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في بالك انت يا انتيليجون بدراهمك يا حسرة او قلت لك رقدت نط بنت لك حكاية احنا واسمع تحتي مع شعب على بالك قال لك خلط شوف خلط في كلش قال في الشعب هو المجن ما ينهيو على المنكر اخويا دخلوا على المقبره غير يشوفوا برك شوف هنا ها نهدروا هنا يقول لك بدون الماء السلام عليكم ها ولا هنا موقف مؤجر قرار رقم 43 تاع شوشان مجاني بالنسبه للجنائز وزوار المسجد لاداء صلاه الجمعه والصلوات الخمس ايه معليش صح الحاج السلام عليكم. ما شتي والو لهنا؟ شتي والو؟ إذا وجيت. إذا وجيت. والله خير. شتي والو؟ وين تسكن أنت؟ قلب. قلب ما شتي حواس برك؟ لا جيت هنايا. حواس. وين قالك الطوموبيل تاعك؟ ها قالك عندنا. باركينغ خلصت؟ ما خلصش. قالك تخلص وين هو باركينغ؟ ما كاينش. هما كيجوا في الليل. دخلوا على المقبرة. مشي كسروا عملوا تريك كسروا تريك وعفسوا فوق القبوره لهنا مشي ها مشي
حابين يعملوا طريق كسروا الصور وحلوا دخلوا في نص السد في نص الموتى. هذا حابين يقفلوه الباب هذا. يا لقفه لقفه لا. السلام عليكم. سقسيك الحاج اش تي والو لهنا واش عملوا لهنا هيها؟ دار والو ما دار والو. الصور باش قالك خدموه تراب. الصور قالك نحوا ليه تراب. ها نحوا ليه تراب. شكون هو اللي خدمه؟ ابو لحيه من هنا ما نعرفوش. ابو لحيه الطايفيه. طايفي ابو لحيه. عندك لحيه. أعمل لحية ولا راح أحكم. هنا أخوي المقبرة. هنا القبولة تردمت لهنا. قبر تاع جداتي. الله يرحمها ان شاء الله. الله يرحمك ان شاء الله يا دركا. نطلعوا من هنا نهبطوا من هنا. بابا 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 هذا القبر وش هذا؟ كرتونة. حرمة أخوي أحط كرتونة فوق فوق مقع في قبر. بان خلاص هذا. الله الموت سبحان الله. شكل عبد سبحان الله. شاف قبر هذا. شاف شكل عبد شي ولي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اكسب واش كسبت. روح وين تروح وين تروح اخرتها لهنا. تولي كارت ديجيتال هكا ميموار واش عملت في حياتك كامل. رابيد تما تما الانترنت في الاخره. السينيال مليح قوي بزاف. ها نقولش ما راحش راح الشون ولا ما راحش. تما عند الله سبحانه كلش كلش رابيد. ثم تاع المقبره واش يهدروا هادم. بابا بابا راك سخانه. والله ما هو ساهل تخدم فيديو في القوايل هكا. ما هو ساهل. السلام عليكم. هاي قوريه هذه ميتا ماتاليد دوروتي شارلوت دي بارتات سان بيترسبورغ. هذه بون هذه مسلمه بالك. شوف قبليه خلقه في سان بيترسبورغ. اخدم مقبره في عنابه. السلام عليكم. واش خونا صافا لاباس؟ سخانه تقتل يا. واش حوالك صح الحاج؟ نقعدوا شويه. قول جيت كنت خطرك شفيت عليا اني عدي دو باساج. واش تقول هيك تشوف؟ ها هي ما شتيش حاجه جديده لهنا؟
مالا ماركيتيش والله بزنبل. مالا مبيه أكسك اللي هنا مالا ماركيتيش وجرالة ها أشتي والو مالا ديك تشوفها ما بالك وجرى والو في المقبرة لهنا تاع زهوان سمعت والو البارح اليوم طب من عاتك تشوف في ساعة دقيقة القبور الهي دخلوا على القبور غريب الصورة الهي الصورة طايح من قبل هذيك من قبل من بني من المنزل هذيك اللي هكت هم جات دير بريارة بريارة اهل ما فيهاش البريارة خضراء لا كانت المرة اللي فاتت وعندي فيديو قديم وحاجة ما هي قديمة خويا اه يا صح انا جبت لك فيديو راه او احفر في الطريقه ولدي خلى على القبور جبت لك شوف شوف تحب انك تشوف قبورها راهم ريبهم اه ولدي وصلت جبنا وشوفه ولدي سيدي ونحى الشوك نحى النحل ومن قامت لي مال الحيط بانوا يا راس بانوا هذه مئات المحفريه شو اي والله ما نخليوها يغيب مقامات هنا نحسب نعرف مقابات رايبة بالك قدم مكسرين من قبل بصح مقمم روح شوف قدم قدام ولا حابين يعملوا طريق لهنا هذيك ناحية شوك ما نعرف بالك راح يزيدها جبانة واحد ما عبال عملوا غير او لافان هذاك لافان هي بصح روح شوف صور من وقت فرنسا ولدي سمعنا راني غلط معليش خلينا نشوفوا من هنا فهمت نورمال هم جاو شافوا اسكو المقامات تقاسوا ولا لا هم تقاسوا هاني جبت لك انا نقول لك هم تقاسوا جبت لك مقامات من فيوسين هاي تقول لي قدم ها الحاج قلت لك اخويا قلت لك مقامات يعني قلت لك صورت اخويا هادشي معايا تشوف نعت لك تقول لي انت يا الوالي ولا شكون السلام عليكم كاين العينه سخانه اصحابي قال لك جا الوالي واش من جا الوالي اخويا ها ها انت فوق المقامات نتاع الطايشه عندك تحكم لي اها تبعيات هكاك عطاش هكا عقبتي خطر في لاكورون ايوا شايف الفيديو لاكورون على كبر عاد خرجت انت ها خرجت الفيديو ها نشوف في تشوفها شفتي في اليوتيوب ها المهم انا في اللايف درك واش تشوف شفتي الطريق اللي خدموها لتحت هذيك ما شفتيهاش على بالك شو اشتياش دخلوا على الصور من تحت وكاين رافان حابين يعملوا طريق ما على بالش شنو البروجي يحبوا يعملوه من خلقت الدنيا والدين وهي كيما كاكا ظهرت اليوم يبدلوها لا ما تبانش ما تبانش نبقاو ما نبانوش حتى يجيو يجيو للدار عندنا يجيو للدار ساهل الحال من بعد نفريوها هاك على بالك ايه نورمال دار دار زنقه زنقه دايرها كامله كاينش مشكل ها حمام قريبه ايوه شفته هكاك هكا نصور حمام بالواحد اه صور على روحك انا نورمال انا راح المشكل هذه تعدي في اليوتيوب ان شاء الله ها شفت باش يجيبني حيو الزبله اللي يعمل لي في طريق باش يخدموا الصوره هذا يقول لك حاب او رايب اخدمه صح هذا ما خدمتهش كاش نهار جيت طوموبيل باركي تهبط دوك يشعلوا فيها النار شوف وهذا ما شفتوهش هذا ما شافوهاش هذي عاد الخوف نسمة تخاف اخويا احنا شو هذا لو كان خافوا انا مش حرين درك ثم ركبوا فينا وهذا ما شافوهاش يخدموا الصور هاو رايبة طلع صور دون ل يعوض يخدم طريق ما لهيش يبني صورة هنا ها ولا لا كاش نهار جيت ما بيتقالي هنا طيح تمشي الارض عبال هذا ما شافوهاش الوسخة قالت جماعة البيك تديو في دراهم ها تدخل المقابر تاع الخارج تاع تاع الاخرين ها قلت الوالي جا ما شافش القبور كيف شريبه هاني جبت له هاني جبت لك وادي ما شافوهاش هادي يا الصورة هذا ما شافوهاش قولوا صحيبك ما شافوهاش الحمد لله ربي خلق العلم تاع الله الالكترونيك هذا الانترنت
والفيسبوك واليوتيوب كاش نهار تهبط الطريق هذه تعدي كاميون طاحت سي بون هذا وعلم الله هذا حتى اشراف المقبره اليهود ما يعملوهاش هذيك اللي كانت احنا تعدي بشراف في مقبره حرمه المقبره شت الخوف اني وصل كونوا جاوا الشهداء خافوا كانوا لا سلاح لا والو ما خافوش ماتوا رجال دوك تقول كلمه تخاف اونديري انا قاعد نصور اللي قاعد يتفرج هو اللي قاعد يصور انا اونديري انا هو فقط ما كانش ديفيرونس يعني بيني وبين اللي يتفرج هاي انا هبطنا وطلعنا ها هدرتها كامله ها هات شو هاي طلعت من فوق وش من صوره لو عندي فيديو قديم كانت 3 سبيترات هذاك يهبط السمك ما تقدرش لازم نتعمدوا سيما بزاف لهنا شو نعاودو نسي نعاودو نهبطو هاي هاي اخويا شوف دي يتفرج يحكم اسكو كاينه لهنا شوف لهنا شوف لهنا هنا باش ترونفورسيه لهنا لازم لك صور كبير كبير ودراهم كبيره كبيره شوف هاك شوف رافان رافان 2 مترات كاينه 2 مترات شوف 2 متر هاك شوف لهنا حتى بس نهبطو كاين 2 مترات نورمالمون 2 متر ها هو الصور ها بداو بني صور وها هو قبر ها هذا هو قبر ها شفتو هذا هو قبر ها عفسو هذا قبر ولا قال لك لا مش هو قبر هذا ها هو قبر ها ها هو قبر ها هذا قبر ما خيا هذا هنا حجرة روح تشوف هذه الحجرة هذه روح انت تعرف هذه 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 الحجرة قبر هذه قال الحجره تاع القبر ما ناتي مقام اخر ناتي ها وقال لك لا ما حتى قبر قال لك ها ها ما تبانش ها ها قبر اخويا او قال لك لا ها سي ناعت لي سيد اش بدينا نشوف ما تناعتكش اخويا ها قبر اخويا ها او قال لك شوف سبحان الله ها ايش بد هو قبر ها شوف هايا هايا شفته القش تاعو سبحان الله عباك الواح تاعه والكفن تاعه هذاك اه او الكفن هذاك يا ولدي بابا ها هو قبر ها ها قال لك حتى ناقص حتى قبر انا بالاثباتات اخويا ها ايش بدي اخويا ايش بدي ربي ان شاء الله يجازيك اخويا شوف احنا دليل ها ها مش قبر هذا ولا راح غلطه شوف اخويا ها سبحان الله مسكين كان في امان الله حركته قبر هذا شوف ناحية ترابنا هاي ها مش قالك مش القبر الاخر قال يدافع قالك يدافع عليها مش القبر نقص حتى قبر هاني درك ثلاث ديك فتره 4-5 مقابر شوف ايش بدا اخويا ايش شفت الميره والله وراك وراك هاي والله ما مسيبك هاي حتى تستعرف شوف هذا وش هذا وهذا وش قول لي وهذا وش هذا شوف اخويا حطوا لهنا في الواحد باش يبان لهم شوف العظم تاع العباد شوف سبحان الله دور شوف العبد شو يبقى فيه شوف ها اللي يعملوا الشر في الدنيا هاك تولي كيما كا شوشان هذاك شوف وضو كيما كا وتحيل في امرك شوف عندك ها قبر ها قال لك مش قبر ها قال لك ما قاس حتى قبر هيك ها الحديد تاعو قاسو شوف بابا هاك تشوف ناس أقولش بالبيانات أنا مشي نهدر وحدي أنا باك تقول قاعد نخترع في حكاية ولا قاعد نتهم في الناس ولا بو لحية سطايفي هذا اللي قاعد يقولك بو لحية بقات فيها بو لحية لعك بوك نمو التريبينال زكي قيستي القبوش كيو بيه زكي
دخلت الى عنابه سي بون قعد في سطيف حكي عقليه سطيف ما عرفوا الناس سطيف عاقلين اخويا. جيت الى عنابه قلت كيما العنابه دخلت تخلى في العنابه اخويا باللحيه ولا بلا لحيه ما جاوش دخلني فيك انا. شوف الحديد هذا شوف شوفها هاو قبر شتيش الوالي بريمي هاك شوفها وها شوشان يوسف شوشان ولد لاسيتي لاسيتي اوزاس شوف الحديد شوف القبر اخر على بالك شوف بابا بابا شوف الحديد مسكينك شوفها بعد يجيو يحسبوك انت تخاطيك انت وش هذاك صاشيات عليك سما هذا وش هذا خويا هذا وش قبر ولا لا بالك مش قبر ها دور كيش كيش ولا من الداخل دور في ساحه شاك شوفوا برك لعب كيش يولي برك شوف بعدك شوف بعد تعمل الشر واحد شوف خويا شوف شفتي وش يبقى في العبد خويا شوف العظم ها او العظم تاع الناس ها هام العظم شفتي رجليها حرام عليك الله شوف ها رجليها هاك تشوف اخويا ها هاو العظم ان لله وانا اليه راجعون شفت اخويا هاك تشوف الحجره هي ها اي رابط هي ها با 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 ناس عنابه وينهم اخويا ناس الجزائر حرام عليكم اخويا والله العظيم يا حرام سبحان الله مش نورمال هذيك ما كانش الشهده تاعو هذا واش كنت بابا تبقيله اخويا واش راح نقول لك ربي يعاونك ها حاب يعمل بروجي كاين 2 متر ها ها قبر اخر ها مشتاش ها نبقى نصور انا ها 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 واحد ها واحد اخر ها 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 قبر اخويا واش هذا كلام الله شوف ها يا اخويا قبر هاك تشوف القبر ها ها هو قبر ها يا واش هذا واش المير واش الوالي دوكا اللي يتفرج اخويا اعمل كومونتير كيما تحب شوف 2 متر هنا ها شوفها نحسب هنا من هنا نحسب وحده متر 2 مترات كيفاه 2 متر حب تكري طريق حب ترونفو فيه بماء بالسيما شوف هنا السيما ها عبالك هذا ما يصلحش لهنا شوف القبور شوف او شوف لهنا رواح تشوف رواح رواح لهنا او لهنا اي معمره اي معمره قبوره والحد هاك تشوف اخويا راح تشوف رواح شو قدام بابا بابا شوف 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 القبور شوف شوف هاي هبط القبور هاي قبر ها هو والله العظيم هاك تشوف ها هو قبر ما تهبطش عندك وبلالي هبط لتحت هذاك شوف لتحت شوف